للجميع في هذه الانطلاقة الأولى وفي هذا الرمز. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت اول الرموز، انطلق اول التحديات بالامسية المرتقبة بالامسية المنتظرة. هذا هو شوط المكارم بحضور اهل العزايم يتابعونه بعين حالم، اخفاف ذوات القوائم تدوس الارض بالمناسم بعدو سريع غير راحم، تسابق بعضها وتزاحم كأنها في بحر متلاطم تسعى لنيل المكارم، ومن يسبق فهو الغانم. انطلق شوط الكاس للأبكار الحقايق لمسافة 3 كيلومترات. أتمنى التوفيق للجميع. أبدأ البداية وأنطلق مع معزة التي تنطلق بالمركز الأول وتقود هذه الأسماء ويدفع بها علي بن بطي بن عبيد الغفري من يأتي بأول المراكز، بينما الحاضرة والقادمة الهائلة ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي من يأتي بثاني المراكز، وثالثا المايدية قادمة مظفر بن غرام بن موسى بن احمد البلوشي ياتي مع ثالث المراكز، ورابعا مثايل يا مثايل حمد بن زيد بن محمد بن نعيف العامري ياتي مع رابع المراكز، وخامسا تدخلت حدث سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من ياتي مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمسة المراكز الاولى للخمسة الفايف ستار بقصة الرمز الاول في مهرجان سيدي حاكم الشارقة، يحفظه الله ويرعاه. الى اين الى اين سوف يتجه اول الرموز؟ اول الرموز مع هذه الاسماء، مع هذه الشعارات الكبيرة التي لها صولات وجولات في عالم الاصالة والتراث، لوحة 1200. اتعدنا في هذه اللحظات وبدأت السرعة وبدأت الإثارة. المايدية المايدية بالمركز الأول مظفر بن غرام بن موسى بن أحمد البلوشي، تحركت مثايل بشعار بن نعيف القادم، حمد الزيب بن محمد بن نعيف العامري القادمة أيضا مع المركز الثالث. هنا الريم مبارك بن حمد بن علي الجديلي الكيل الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك روح يلي تمنى ناموس. الكاس بالانتظار، الرمز الأول الرمز الأول للإبكار للإبكار المفتوح. هنا مثايل محمد بن سيف بن محمد بن نعيم العامري، تحركت المايدية مع البلوشي والقادمة أيضا هنا بهذه الانطلاقة مع المركز الثالث من الجانب الاخر. الريم قادمة ولكن العامري الكاس الكاس بالانتظار، الكاس بالانتظار. الريم الريم من الجانب الاخر، هنا اول الرموز ولكن العامري 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 بن نعيف بن نعيف العامري يقدم مثايل يا مثايل ما لها مثيل ما لها مثيل. اول الرموز يغادر مع العامري مع العامري اللحظات الاخيرة، ولكن الريم الريم قادمة وهنا بن نعيف. سلام العيد سلام، تهانينا والناموس لمالك مثايل حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري، من غادر بأول الرموز إلى مدينة العين إلى العامري. سلام عيناوي سلام، وسلام لمالك مثايل حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري. المركز الثاني
كان وصول الريم لمبارك بن حمد بن علي الجديلي والمركز الثالث كان وصول المايدية مضاف غلام بن موسى بن احمد البلوشي ورابعا مستوى لمحمد بن معسوق بن شامس العامري وخامسا كان وصول متابعونا الاعزاء هناك دمعة لصقر بن سرية بن سالم الجنيبي التوقيت الزمني 4:26 60 جزءا من الثواني كما تشاهدون امامكم لحظة وصول هذا الشعار متابعونا الاعزاء في كل مكان 4:26 60 جزءا من الثواني تهانينا والناموس لمالك مثال حمد السيف بن محمد بن عيف العامري واول الرموز غادر مع ابن عيف والى ابناء العين وسلام يا العامري سلام تهانينا والناموس دارك عمار اللي ما رهب اسم سلطان اعتلت قاسم وللقاسم هبة وقار ماضي التاريخ للحاضر ثبت كل يوم في تطور وازدهار والعرب للفيد بسبق عنا التقان في الشارقة من كل دار والنوادر للرموز ترشحت شارت الحاكم لها كل اعتبار حازت الشهرة وبالجود احتوت اسفرت من الشارقة شمس النهار والقبايل والمضامير التقت حضروا في الذيد البكار الخيار لي على الشامي وتكريم